السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناسم صباح الله خير ومتزقرت متروح وداز بالحيل كله في دار الحيين، دار الطيبين، دار الناس الأخيار، دار الزين، العين دار الزين. هي نعم أقولكم بحياتي أي والله يا بوقت الدروس ساعة كبراق البحر 3:45 تقريبا، لكن ناش لو بنهد على يبل تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، أول بادي من عيني عقب من عينكم، لو بنهدي على يبل خبكت وظهرت بالطرف الثاني قو العفاريت كله مستوي. هو العين أقولكم روحه يثلج الصدر ويجلي العين ويخلي البشرة، شوفوا شو قاعد على من يت من العين يت العين، هو العين روحه يرد الروح، يمد في الأجل ويطول النظر، يخلي مدى النظر عندك تشوف مسير يومين، بالأخص من تتعدى تدخل السليمات وتشوف انت الرمول هاي، وتشوف هالطعوس شت غدي، وتشوف هالنقيان وهالنكاكيد، هالرملة الحمراء، هالنخيل، هالوحات الخضراء، وين البلاد ما يغدي بخير، تشوف هالسدر المعمر، تشوف هالناس الطيبة، لازم بتغدي بخير. اللي فيه عسبجيها العين مصيف مصيف ومقيض، الناس تي من عقب تعب وغربال وكد بحر، هاي عادة ماشي عليها أمة لا إله إلا الله، من تي من عقب الكد والتعب ترتاح في العين تعين من الله خير، وين الصفاء وين الصخاء وين راحة البال وين الانشراح وين الفلاية وين الانخيل وين، يعني شو بقولك. شوفون هذا اللي بي اللي شال الصناديق الخس، هذا الأول أي نعاني أي عاني لجل إنه أخذ الخس اللي عندي يبيع الكرتون بربية درهم درهم، الكرتون الخس هذا درهم، هذا ما بكرتون مال أوادم، هذا اللي ينظفون من أطراف برقة الخس ربطة الخس، فاللقطة هو يلقطة ويحطه بكراتين، يلقطه ويحطه بكراتين ويون على هلب الدبش ياخذون عنه الكرتون بدرهم لتف الرمسة، لأن هذا راعي الخس الحين بيصير، ليش ما تخبره بكم يبيع؟ ها كم هذا واحد كرتون؟ كم فلوس؟ 3 ربيع. أول ربيه قبل 30 سنة، شياكم زدتوا الأسعار؟ ايوه ترى للبيع اقولكم، والله العظيم سبحانك يا رب. هاي يوم اقولك الزمن ما تغير، بس اهل الزمن متغيرين، يعني هو السوق هو والوضع هو والدنيا هي، الناس ابويه اختلفت. شوفوا يوم اقولكم والله ان بدرهم الاول، حد بيقول الحين لا بعد بنص كذب، انا من 40 سنه بربي كرتون الخس هذا، وبعد يقطعون يشللون شو اسمه حتى الملفوف، لكن الخس هو بالدرهم، الباجي عاد ما ادري به. بن فاضل الشامسي خلينا بنتوح النظاره عيل باشد لا اله الا الله. حالك جزاكم خير والله الحمد لله. يا مرحبا ابو راشد، شوف ما شاء الله رطبان مكبوده في العين، ويا دار زين هذا هلالي وخصاب خصاب طائبا الحين الحمد لله، كل شيء موجود ويا العين الحمد لله. تول 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 ما شاء الله عماري. هاك الزبد ها؟ وين من هذا جش الزبد؟ ايه هذا جش الزبد بتعلي. هذا الزبد. ولا الحين تعال العرف ليش وياه؟ لا لا زين أقول لك أبوي الحين الرطب زين. والله يقولون حاولنا الدروع ما يطلع سحيل خلاص ريح. ريح؟ اي نعم. لا يازم له طاق وطاق. اي نعم موسم. تتنفخ البطول. موسم الصحة الحين. لا اله الا الله. اللي عنده صح الحولي هو ربحان. حولي؟ ايه. لا اله الا الله. زين. الا الله يحفظك يا ابو راشد. امين يا رب العالمين ان شاء الله. لي العين ولا يوصل شبرتها. لي العين ولا يطيح شبرة العين ولا يطالع السدر المعمر. سدر العين المعمر هذا موجود ها عما تشوفونها. وجودها من عشرات السنين. شو الرولة هايك شو بقولكم، اللي العين ولي كبرته ما كنه
يا العين، ولا كنا شافه ولا كنا طاحه، بالاخص الكبره اللي خاري واللي من داخل، الكبره القديمه اطري الكبره القديم، واللي يشوف ويتفرج هاي روحه متعه بين فتره والثانيه. الواحد يظهر من ضغوط الحياه ويجي يستصيخ للرمس، يشوف اللي بيعون، يشوف اللي يشترون، يشوف اخبارهم، يعني يشوف وقت البيع وقت المشترى، الناس شو تبيع شو تشتري، شو هي طريقة البيع المتداولة القديمة. عبد الله سلام عليك، حالك الله يحفظك، كيف انت؟ سريحي سريحي حرام، انسي انسي، بارك الله في حياتك. كيف انت مع عبد الله؟ الله يسلمك، الحمد لله كلنا بخير وسهالة، ما حد شاكي باس. قطعت الشر الحمد لله، أمور طيبة وكل شيء زين والحمد لله. شو السوق؟ شو الأخبار؟ شو عندكم اليوم؟ خل مال السنة، ها؟ حولي ما شيء؟ إيه إيه، الخبز الحين خبز رقاق منزق، ما حد يخدم؟ هذا منزق، ها؟ نعم منزق، هذا روحي أسويه بيديني. أيوة هذا منزق، هذاك ب50 وهذا ب100 وهذي تحت الربطة ب300. الحين هاي الربطة بكم بالله علي؟ زين، وهذا ب50. شو الطحين؟ طحين بر بر. اي نعم منزق، روحي تخدمينه. لا عصمتي يا مناك، لا عصمتي يا مناك، تاجرك ان شاء الله. وهذاك شو هيك قهوه؟ هذا بزار بزار. ولي عداله هي، وهذا القريطيس هذا صغار الحمر، هذا يعاد وسري وقرط وحلول ما شاء الله. وهاي سويدة ما شاء الله، تبارك الرحمن تبارك الرحمن، يا الله يحفظك ان شاء الله. لكن المنزق روح اي سؤال اساوي، الحين ما يخدمون المنزق كل رقاق حينه. لا والله إيه ترى ترى لازم نبات تعرفين العرب ان المنزق غير عن الرقاق، اللي وادي يتحرونه هذا يتحرونه الرقاق. لا الرقاق غير، الرقاق حق يوم نرش عليه السمن والعسل، هي هذا الرقاق. انزين والمنزق حق الثريد اخف، اخف حق الثريد. هي نعم نرش فوق الصالونه، هي هذا حق الثريد. جزاك الله خير، مشكور يا ام عبد الله، جزاك الله خير. عمتي عمتي بنين، مرحبا مرحبا محمد، مرحبا ابو جاسر، مبسوط بخير الحمد لله. اي صف؟ صف صف ثامن. ثامن ما شاء الله عليك، وين ساكنين؟ بعيد خالديه. الخالديه حبيب ما ببعيد، الحين الاول بعيد، الحين بمدام شيء شوارع وشيء سيايير ما شيء بعد. الحمد لله. جاي ويا حد من هل كله؟ هي جاي مع امي. زين زين، سلم على هل حبيبي ان شاء الله. سلامك كبير، كل شيء زين؟ نعم. شيء في خاطرك؟ مش وجوده. الله يحفظك حبيبي. كبرة العين من أقدم الكبارات، من أقدمهن، جميع مخازنها ومحلات كل شيء قديم موجود فيها، وكل شيء تراثي بتلقطه فيها، بتلقط الخصافة، بتلقط المشار، العوال، السحناء، الخضرة، الفاكهة الجديدة والجديمة، من جميع أنواع العسى، الرطبان والسحناء بأشكالها وأنواعها، شيء يعرف أهلين وسهلين، شيء يعرف وشيء ما يعرف، يعني ما شيء يوجد في شنتية الدنيا العودة إلا موجود في شنتية كبرة العين. بالسمكان، سمكان أبوي لا بكبرة ولا بكبرتين ولا بدتش ولا بعشرين، على تشوفون كلهن دكيش دكيش، سمكان سمكان جاي وشيء من الفجيرة، شيء من بوظبي، شيء من دبي، شيء من عمان، شيء من داخل وشيء من الخارج، شيء اليوم بيومه وشيء ابويه جاي بطياير وشيء جاي ابويه، حالها العين حال العواصم، حالها حال العاصمه. الاول العين جليل تلقط السمك الطازه فيها، الحين من عقب ما توسعت الطرق وكثرت السيايير وكثرة الشركات وكثرة المبردين. عليكم السلام، مرحبا، ايش حالك؟ شو الاخبار؟ اخبار طيبه. من انت؟ من انت؟ انا بعدين تعرفني، بعدين بقول لك. ما يبي يقول ابوي. يوسف عنبر مال مقام؟ بلا تعرفه؟ انت بس صورني انا حقه هو؟ لا لا قروبي مال مقام، كنا مال مقام. زين ايش علي؟ ما في مشكله، الله يحفظك. سلم ابوي على يوسف.
منو تبع؟ سلام. سلام شباب المقام. سلام يا شباب المقام. طارق أحمد تعرفه يمكن. أكيد إذا ما أعرفه هو بيعرفني. أيوة هذا شباب وياكم خالد أخوكم. مرحبا هذا أنا. ما شاء الله علي مازيني غالي مازيني. الحين أنت بكبرك ما عرفتك أنت منو؟ أنا عثمان سعيد عبد الله العامري. والله مرحبا هذا يسمونه عثمان ذرة. أبوي. أسمع عثمان. عثمان. عثمان بن سعيد هذا اللي ما يبي يخبر. أنا اسمه ولا عن علم قبل. هذا يوم أقول لكم ما بادزوني عليه، هذا من عينك ما بادزوني عليه. يتمنعنا وهن الراقبات يا رك الله. الله يحفظك، مع السلامة يا عثمان. سلم على خلفان. حد راضي من خلفان. إن الله يحفظكم يا وقت أبوية. جني الثمار وحصد أبوية، حصاد التعب اللي خطف الأولي اللي تعبت العرب ونبته وحدره وخرفه ويبسه وحففه ونظفه. هذا ابوي الحين وقت، هذا وقت، وقت النتيجة. اللي يبيع ابوي فرادة، اللي يجنز، اللي ضم، اللي الحين الأول اللي وادم ندور يا ابوك. تعرفوا شو ادور؟ هذا انغار فرادة عادي حسين، يا غير انا ادور سراري. سراري تيك تيك فردته الوحدة. هو أصور يدك ما بصورك. يدك ما قال يدك لا لا يد. آمين. شحالك؟ كيف أنت؟ الله يسلمك. ما شاء الله ما زينك يا أبوك على هاللبس العدلة. ما يتفوت. خالك هذا وخالك. هذا ما شو منتي ما باقي شيء في خالي. لا لا فنان بعك تندق وتنصاق. هذا تندق وتنصاق خشمك. خالك الله يسلمك. كيف أنت؟ خير لك وخير. انتم بخير؟ خير وسهلا. طيبة الحمد لله. قرصم من الرجال بسحيم نعم. والله مليون والنعم. والله نعم بحالك. مبسوطين الحمد لله نحمده ونستعين. طلع سهله بعده. ها طلع سهله بعده. ما يحتاج بعد. الله يسر لكم اذاعه الرحمن. تمشى ما شاء الله. اي نعم يا هاي شبره العين اللي يجي العين ولا يطيح شبرته هذا ابو عباره ما كان العين ولكن اياها. اي نعم شيخ يا ريحه العين كلها قرب صوبنا. طالع ربك الله يجزاك الله خير. يا هلا شكرا شكرا. اسمك مي ولا ميه؟ ميه. وانتي؟ منى. منى مازينك. هالريال اللي وياك منو؟ ابونا. شو اسمه؟ عبد العزيز. ايه ايش عبد العزيز؟ نعيمي. نعيمي شي خدتو؟ لا. شو بتاخذون؟ مانجا. مانجا زين 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 زين. خلي ابوك ياخذ لك المانجا الزين الفنان الحلو زين. الله يخلي لك اياه ان شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. شفت طلعك شبرة العين كل ما يالها الزين. يا الله. نعم تحمله ابوي. اي والله دخيل والديه المسؤول لا يحرك في شبرة العين ساكن يخليها على ما هي عليه. دخيل والديكم فيها ريحة الطيبين، فيها عبق الماضي، فيها الزين كله، فيها ليواد الناس اللي عاشت وذكرياته موجوده ابوي من عقب ما ساره. ذكريات غميضه غميضه انه إن إن يتغير فيها او يتحرك منها ساكن شبره العين. هي الاوليه واللي بعد دخيل الله تتم الصيانه على ما هي عليه. تتم الصيانه على ما هي عليه لكن ما يزيدون في الصيانه يعني يكسرون ويفدعون وما ادري شو. لا زين معلوم انهم يبون الزين لكن هذه عاده يوقف عندها هالقلم ويحتار وينحط 600 خط خضر وحمر واصفر ودانجرس ودنجر وكل شيء. هنا الفرد عمود الارض انبعته غناك وانكلته هناك. هذا هو الفرد كل اللي يتخبر عنه الحين الواد متخبل اللي على الفرد. ما شاء الله ما شاء الله. السحوح السحوح شيء وطم وشيء كبار وشيء صغار وشيء للنفيع وشيء من عقب ما ينقونه ودوه للنفيع. هذا اللي اقول لكم الحسين. لكن ودك عاد صح حينه. انا خلاص ها كله خلاص. ابو معان ما شيء موجود. وينه هذا موجود؟ يا ابو معان مالك صغار ابوي ابو كبير في موجود. سراري شيء عندك موجود؟ وين سراري منقاي رقم واحد ابو معان؟ لا سراري انغال كبار. سراري هذا ابوي. هذا ابوي. لا ابوي هذا ابوي غير. لا 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 سراري حبه صفراء رقم واحد. هذا قلت لك وين حبه كبير؟ وين بحبه كبير؟ يراوني عاد ابو معان حبه كبير. ابو معان يا ابو معان ها ابوي اللي يدور ابو معان. ها موجود ابوي عند هالريال. هذا ابو معان موجود بارك الله فيكم. زين لا في لود لا شياته
كل جديد وفي ولحم متشب جاي. شكرا. وين ما جايز الحراني بها ما في. السلام عليكم. عليكم سلام. مرحبا. هذه عند رطب موجود عندك شو حينة؟ موجود إلالي باريهي جشرملي خصاب الزبد فار البطيط. هذا جش الزبد وهذا الفار. أيوة. هذا إلالي مكران. وين إلالي مكران؟ هذا هلالي مكران. أيوة. هلالي مكران كبار يا أبوي. هي رقم واحد. هذا هلالي أبوك أطراف مكران يمكن. هذا مكتومي. هاي هذا المكتومي. تسمعوا بالمكتومي المكتومي. زبد. هذا. هذا يفش الزبد متعلي يضرون هذا. والزبد. ما شاء الله. زين. صاب الدنيا الحمد لله نعمة. كما الحمد والشكر. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا أنا. يلا بس عاد عليكم من شبرة العيد. أنا رمي صغير اليوم الخصافة والمخاريف بحجامهن وأشكالهن. شيء مهات أبوي اثنين، شيء بلي يدرين، شيء سبيل وشيء مخرافة وشيء مخاريف، شيء خصافة وشيء يواني. كل شيء كل شيء مشاتيش، كل شيء بتلقط دوره بتلقطه في العين. كل شيء يخطر في بالك يوجد في شنتي العين. وعاد ناهيك عن هناك شرق وغرب الدنيا كلها كل شيء موجود. كل شيء موجود عندهم ما شاء الله تبارك الرحمن. رمستوا يا ريال في الشبرة ورمسنا عن الرطبان وعن المواسم وعن العلم وعن الخبر وعن كل وعد يمين القصيد وسولف من كل خاطر. ويعفد لنا ولده يعني شرات الطلقة. أبوي 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 تخلي يصورك رجال بلحيته لابس كندورة كويتية. أبوي أبوي لا تخلي يصورك هذا ترى مشهور والعرب كلها بتشوفك. قلت زين أبوي شو المنكر هذا العرب بتشوفه بتاكله الحين انت أبوك قافل عليه مربطنا من لحد يشوفه ولا يشوف حد وحين الوادب بتشوفه الناس اللي بتدعي لبطولة العمر شو بعد هالمنكر بيشوفونك العرب وشافوا العرب بياكلونه بيدعون لبطولة العمر وشوفه يفرح ويسعد الخاطر حد من العيال شر. هي والله. مرحبا بسعيد. شحالك يا ربيعي؟ خير الله يسلمك. كيف انت؟ شو خدتوا؟ اخذنا شو خدتوا شو خليتوا اصلا؟ ما خليت شيء ما شاء الله. عليك زود الله يزيد ويبارك. شحالكم خير؟ بالهني والعافيه على كل اللي قافلونه. هذا ابوي نبغى تقرب صوبنا اليوم. طول بعمرك. زيد. هاي ابوي الريايلي فيها خير تصبح الصبح تسير الشبره تمير بيوته اخير عن اللي يالس اللي يتشكى عندي وما عندي وعندي كل هالناس ابوي بخير الحمد لله. الله يطول بعمر الشيوخ شيء قال ابدا مره ما هي قاصر مره الحمد لله الامور طيبه. ما اسمعك. نعم عن الرجال. نعم ما شاء الله. نعم كل شيء الحمد لله وفيك الخير الله يحفظك. ما عليك زود. يا مرحبا يا مرحبا الله يخلي شيوخنا ويعطيهم العافيه والصحه وطولة العمر ماشيه قصيره الحمد لله مره اللهم لك الحمد. نعم لبعيد وجريب ما مقصرين فيه. اللهم لك الحمد. لك وقرب صوبنا. جريب الله يطول بعمرك يحافظ. مرة. بنتغدى أربعة ما بحالف عليك أنا. شيء تامر. غدا إن شاء الله غداك عبارة ما أكون. جزاك الله خير. شفتك ويا. جزاك الله خير. إداعة الرحمن. مشكور. ما يطيح نصمت ما تبي بس. حد من العرب أبدا حتى الباب خاديت. شايفين عندك ميدس. نعم. شاعر. نعم. شو من الأغاني عاد أنت غنيت له؟ أنا مو بشاعر. لا شل لو شيء بسيط. أنا قلت ونتي من علتي في اليوفريج من صدودك يا سلام بدر تمام. إيه. لأن قلبك حارج قلبي حريج مثل حرج البن في نار السهام. هاي الحافظ إنه. ما عليك باس. يا القلب خضر ترى. ما حد اللي ما قلبه خضر لا يصير ولا يجي. إيه نعم قفل على عمره. أمسك خلي. شلون. الله يحفظك إن شاء الله. خطر. بنات الرحمن. يلا زورنا بس. عيوني تيك عيوني. تسلم. رقمي وعندك يوم غاية تدق لي. مرحبا. الرقم موجود. ما يهمك توكل على الله. بنات الرحمن. ردوا سلامي وعافي علي سكنوا في العين أبطيت عنهم جافي واليوم عن يومين ما باد جفني غافي وما طاب نوم العين بايت معي في الحافي وسيع بالونين يعلي المزن ذراهي والبارج الزفين ديمه عقب النفاهي من مزيد للبطين
تسقي على الأشرافي وأبكاس سمو التين. راشد بن عميد. استضافت منو؟ استضافت الخالدي؟ خليلك انت ابوي. انا جالس هاي طاولتي. وين هاي طاولتي؟ والرجال هذا يا ويلس اهني. مرحبا يا مرحبا. اول ما يسلم عق النظاره لو سمحت. بليز لو سمحت. ليش بدون نظاره؟ هي نعم بدون نظاره. ما ادري ليش تغطون عيونكم انتم بالشمس. عنب الشمس خاري انت داخل شيء شمس. ما عليك باس. ايش حالك الله يسلمك؟ كيف انت؟ من الرجال؟ منور ابراهيم المطوشي. والله مرحبا 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 منور العين. الله يسلمك حفظك. بقول لك اللي جاب انا اليوم لابس النعال هاي وزايق ابو في خاطري. شو هاللون؟ ها الحمد لله يا ابوكم لقط حد غيري مشاركني. يا الله وانا اخذت النعال ما لبسته اقول في خاطري بينقموني بيقعدوا شو هاللون؟ على لون مميز. اي والله قال لي ليه بيع؟ قال لي هذا اجمل لون ولون مميز وما شيء انه وايد ما يحتاج نشد هاني فيه. ومن خدت تروعت اني البسه يا ابوك انا بشو عند خطايل واسوي ادنات مميز ما يحتاج. اي والله لو ادنات البدون قالوا فيه وما يخطيه يدوروا حتى على لون النعال. الله يجزيك خير. فرصه سعيده. الله يحفظك. ومحمد حالك؟ هذا الرجال بيسلم عليك. هلا هلا ابراهيم. صباح الخير. تحصلت منه عندي يوم يأيين الزيارة مستيرين عليك. يا بر بن سحمي الحبابي ساك الله بالخير. مسيك بالنور والسرور. كيف حالك؟ طيب الله يسلمك بخير. جميل صدفة جميلة تجمعني مع الأخ العزيز يا بر بن سحمي الحبابي. يا بر شو تشوف الله عليك الحين؟ من يقول إنه في مستشفى؟ ما شاء الله تقول هوتيل فايف ستار ما شاء الله وطول عمر معازيبنا ما يسوون له شيء زين. وهاي المستشفى صار لهم فوق 40 سنه. شفت برا عليك وكان تو جديد. ايوه يلق 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 وفايف ستار وعاد وعين احبابي. يقول ما شاء الله ما شاء الله. هذا عليك سوت. رد السلام على كل من يعزك. تسلم. رد السلام على كل. الله يحفظك ويخلصك بعد الرحمن. الله يعافيك. الله يا رب انك تعافيهم وتعفو عنهم اللي جايين ويراجعون واللي في المستشفيات واللي في الغرف واللي في العمليات. عليكم السلام. واللوادم كلها ابوي اللي جايت انك ابوي هني في المستشفيات انك تعافيهم وتعفو عنهم وترفع عن عن عنهم باسك يا رب العالمين. نعم انهم في حاجه تدعى منكم كلكم ان الله يعافيهم هالي في المستشفيات كلهم. رقم كبير من اللوادم الحمد لله هذا امر الله والناس كلها تحت رحمة الله وكلهم في امر الله. نعم الصبر والدعاء منكم انتم الصبر منهم والدعاء ان الله يعافيهم هذا بعد منكم انتم والقبول عند الله سبحانه وتعالى. الناس حر موت. انت وين تعرفني حق تبي تصور وياي؟ تعرفني انت؟ شو اسمي انا؟ خالد الغالي. هي ابوك بلا ما طاي يصور. شو اسم ابوك؟ عبد الله بن راشد سعيد سامي العلوي. ما شاء الله بلا سهر هناك ما طاي بيصور. قرب الله تعدو ابوك متروع من امك صح؟ تواجعه؟ ما تواجعه؟ امك ما تواجه ما تفاتن عليه يوم يتاخر في الليل؟ والله باي صف انت؟ بروح الثاني. خشمك. سلم على اهلك حبيبي. وين الابتسامه؟ قول تشيز. تشيز تشيز انت وجهي مويم. الله ما الله. ها اللي يقول لك ابوي التقه تبقى التقه تبقى التقه تبقى. الله الله ابوي في اعماركم ليه تسوقون وليه تاكلون وليه تشربون وليه تعبرون الطرق وليه تسيرون وليه تون وليه ترقدون وليه تاكلون وليه تشربون كلكم ابويه تحملوا على عماركم. المستشفيات ابوي مزره من اللي يسرعون المشي. المستشفيات مزره من اللي يسوقون بطيش وتدهور. المستشفيات مزره من اللي يعبرون الشارع في الاماكن اللي غير مسموح بالعبور. يعني هاي امور ما شيء كثرها. فالله الله في عماركم. الله الله في عماركم انت وابوي ناس غاليين عند هاليتكم وارواحكم هذه وكلها امانه امانه عندكم. فالاهمال هذا روحه يا ابوكم مصيبه ما شيء كبرها. الواحد يتقى على عمره كثر ما يروم. والله يا ابوكم يا المستشفيات مزره. الله الله في عماركم. شو عاده اسمك؟ عبد الله. عكامل عبد الله محمد الهنائي.
والله وين اليوم النعم وانت؟ سعيد عبد الله سليمان جميل هنائي. يا رك الله. هذا اللي ورا اللي ورانا منو؟ عبد الله محمد. هذا اللي وراي اللي وراي الرجال هذا 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 منو؟ هذا اسمه عبد الله. ابوك هذا ولا عمك ولا منو؟ عمي عبد الله. والله والنعم بعمك عبد الله. الله ينعم حالك. نحن الله يحفظكم كنا نصلي في المستشفى في المسجد هذا اللي عدال ابن الريال ها جماعة. المهم فأنا صليت ويا الشباب هالحلوين فوقت الصلاة ترتدي ها شو يسوي؟ يطالع يمين ويسار. مو مضبوط ليش؟ ليش يطالع يمين ويسار؟ شو السبب؟ ليصلي يطالع الإمام اللي قدامه لا يلتفت لا يمين ولا يسار ولا يرمس اللي عداله وما أدري شو يقولون شو يقولون صح؟ الله يحفظهم بلغ فيهم عرسان إن شاء الله. خالد الله يحفظه. الله يسلمك. الرحمن في مال الله. مع السلامة. اللي عجبني في الموضوع إن الأب شاب ما شاء الله عليه أو العم. فسبحانك يا رب يصلي بهالي حال واحد أظني عمره 5 سنين والثاني كنا 6 أو 7. سبحان الله كم أثرت صدري هالمنظر. معلوم انهم يحال توهم لكن زين الواحد يضر عياله على الصلاة وهم 5 سنين و4 سنين و6 سنين وايد زين وايد وايد انبسطت لعمل هالشخص حتى والله ما اعرف شو اسمه ما ادري ايش قال الهنائي شيء ما اظني مبارك الهنائي كان جزاه الله خير. منطقتنا بس روحها منطقتنا روحها فيها 5 مولات هذا اول بادي مزيد مول وهناك دلما مول وهذا نسيت اسمه عاده اسمه كابيتال مول وشي بعد سفير مول كل اللي في منطقتنا في فريج واحد في سكنته وحده وما شاء الله شوف اللواد سيايير تحت باركنات 4-5 أدوار على كل المساحه وبعد هالدنيا ما شاء الله ممزوره وادم ما تبينيت هالوادم هالكذا همزرة والسعر والوعر ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم زد وبارك. عيبتني حركة موقف كبار الشخصيات بعد المول بعد شيء كبار الشخصيات حق اللي بيتشرون يعني هاي يبي بيزات وايد وهاي يبي بيزات شويونة ولا إن يعني القصد إن هاي بيدفعون بالعمل الصعبة وهاي بده كيف يعني كبار الشخصيات باركن كلهن باركنات بالي باركن اللي هما البيزات او انه الباركن العادي يعني كيف يعني ما يازلي موقف كبار الشخصيات عين ابو كبار الشخصيات غير موقفهم كلهم واحد لها ما عرفوا شو يكتبون. انا اتوقع ان خانهم التعبير هاللي بيكتبون الكلام خانهم التعبير اتوقع العلم عند الله باركن تعال باركن شيء مال بيزات وشيء مال بلاش باركن كبار الشخصيات أنا ما عرفت لهذا باركن كبار الشخصيات ما يبال خبر ولا علم خلصت أبوي شغلي داخل المول انزين ولقيت ابن وحين عدا سيارتي. السلام عليكم. مزون الحميري كيف حالك؟ الحمد لله كيف انت؟ الله يسلمك. يا ربي متعدي بس في دبي قبل كم شهر؟ والله شهرين ثلاثة شهرين تقريبا شو هي. كان لقائنا هاك اليوم؟ والله كان لقائنا بشيء مميز اللي هو جزيرة مريم مثل ما تعرفون وحي هي ورب بكره بيكون نفس الشيء وانت شو يا بنت في رجلة؟ شو نسوي عاد ندور الزين؟ كل شيء ابوي في رجلة كل شيء زين ما في شيء مو بزين الحمد لله الحمد لله الله يحفظك يا مرحبا يا طبعا مرحبا. هالمرة كانت صدفة هي نعم. بس ورا باكر ان شاء الله بنشوفك في الايفنت في باب البحر الفيرمونت نعم. راح نتكلم عن جزيرة مريم بعد تعرف المره اللي طافت كنا في دبي والشارجه والناس اللي تعرف ابو ظبي والغربيه والعين ما لحقوا يكونون موجودين نعم. نعم. فتقدمنا لهم زين تسوي ان شاء الله المزون الله يخليك قبل ما الناس تبى الحين بيتي الاسئله هي. شو المعرض هذا شو الايفنت ماله ومن متى لمتى وشو السبب هو اول شيء جزيره مريم طبعا المشروع هذا اللي ماسكينه ايجل هيلز طبعا نعم. برئاسه محمد العبار اي ابو راشد مفروغ الكلام منه مع الشركه العقاريه اللي هي سكوير العقاريه نعم الوحدات اللي اخذت منها هاك اليوم هذه اللي خلصوا باقي منهم كم من وحده في حذالهم حذالك ما في حد ايوه بعد ها شويه ها
بس قريب منهم، نفس البقعة. زين. نفس البقعة راح يكون الإيفنت في فيرمونت باب البحر الجمعة والسبت والأحد ورا بات، الجمعة والسبت والأحد من الساعة 7 الصبح لين 10 المساء. من لا من 10 الصبح ل 7 المساء. زين المدة كم يوم؟ 3 أيام. جمعة وسبت. لا صبري بحط سماني في السيارة وبرد أكمل. أقل من دقيقة بيخترب سماني. لقانا بيكون في فندق فيرمونت باب البحر بإذن الله يوم الجمعة، وطبعا دعوة مفتوحة للجميع، حريم ريايل من كل الجنسيات يا مرحبا بكم. وأبو محمد راح يكون إن شاء الله مشرفنا وعدد من السوشيال ميديا إن شاء الله إن شاء الله يعلى الله يحفظك. شكرا شكرا تسلم. فرحت بشوفك. الله يسلم. سلمي على شيبتك وسلمي على كل من عز علي. إن شاء الله يوصل. بارك الله في حياتك. مع السلامة بنتي. فقيرة ما تبى تصور المزون، ما تبى تصور مع الغصب زور، شمس موت جهنم خاري حر، ما ادري 47 45 درجه الحراره. قلت ابو محمد ما في قد ما حل له دقيقتين، لكن صدق كانت جميله يعني سبحانك يا رب. جزاها الله خير، ما قصرت ما قصرت بنت ابوها ما شاء الله تبارك الله. بس في بيتنا المطر، ها تقولون بس عندكم انتم شيء عندكم مطر؟ بس نحن ابوي هذا فريجنا بس، وبس الا معالي بيتنا المطر. ها تقول ما حد قالكم؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه بس نحن بس بعد بعد شوي بنشغل الطرف هذا ما شاء الله اسمها على ما تشوفون بحلقه. استغفر الله العظيم، يلا يا رب سامحني. هاي يسمونهم رداد اللي انا مسوينه في نص النهار، نشغل في خمس دقائق على ما تشوفون يخلص لدعنا تبرد شيار رحشة شوريقات. الحمد لله. اي عليكم السلام شامبي، وين انت؟ شو اخبارك؟ شو غداكم اليوم؟ شو غداكم اليوم؟ شو غدا؟ غدا ما شاء الله في اليوم سمك. سمك؟ مشواي مقلاي صالون شو؟ فراي. فراي الله الله يا شامبي ما شاء الله. فكرة ها بصرة فكرة جهنمية. يلا 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 تروم، يلا يلا تروم يا ابوك تحفظ زراعك عن هاللواهيب وهالدنيا. هي والله من الغلبة ولا ما ودي كلها حتى خمس دقائق ما ياخذ، خمس دقائق الطرف هذا وخمس دقائق الطرف هذاك. الحين بيشغلون المطر الطرف هذاك. الله يحفظكم. برياني هريس، برياني على دياي سمعت؟ ايه هذا ابوي مشغول علم، مشغول بطاط يعني بدون ودام، بس بطاطا بطاطا انا بخبرك. مشغول ما بلازم على دياي ولا لحم ولا سمك ولا ربيان، ها على بطاط خضره رقم واحد. ها العيش تحت هذا على ما تشوفون بحي، وهذا الودام ما لازم كله سمكان ولحمان وما ادري شو اللي وريحته تضرب في خبره الراس، ملببين اللوم اليابس وكل شيء ورقم واحد غادي. زين وهذا الميسر هذا حق اللي يرمسكم الحين، هذا ابوي غداه شيء طبيعي. ابوي حد من العرب ياسين بالحولي فتوا لي النيسه وانا عادها. زين وانا الحين ما علي الا الطم ويا سلطه، حتى عيش ترى مسوي دايت انا ما تدرون بي مسوي دايت. الله اللي يتحرون ابوي النيسر هزيل ولا وقف موسم ابعد ابوي مدام هالحروره باجيه النيسر على ما تشوفون ابدا. تحر ابوي زعفران زعفران بطنه. يا سلام يا عمرك يا ام احمد، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عمر شعيب النري. هذا اليوم بناكل غدانا من النيسر اللي من دبتنا ام احمد، يا عمرك ان شاء الله يعمر. لا خلينا من يدانك من وين يوتنا التو. نسبة ابوي اللي يقولون من الكويت على يقولوا لي النيسر هو الميد، لا النيسر غير والميد غير. النيسر ما يندرى شو تسمونه انتم، هاي النيسره هاي النيسره هاي النيسر ما شاء الله يا شحم، هاي النيسره هاي النيسره عندكم في الكويت ما يسمونها، لكن النيسر غير ابوي عن الميد. الميد هو البياح الصغار، البياح الصغار هو الميد، نحن نسميها صغيره عفاد بياحه والكبار الكبار بعد لهن اسم من غير بياح الكبار، يعني عدة اسامي ما تحضرني حاليا. شو ايش قايل الشحم لي فيه؟ ها ها همر. ها
واضحة على أوراق الأشجار إن شاء الله بخبط الطريقة بيخلينا نار مسعادة هذا وستين تقص قصتين شانوط ستين طول هذراعين عربه الله ماي والله ولا يقول شيء طول النهار هالمتو يوب يحيدني أنا دخلت الزراعة أهزم اللقاق وقاق 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 تحراها تحراني جاءت الحد من قدام. ثبت يوم المرأة الإماراتية نبارك لأنفسنا ومبارك لأمنا الشيخة فاطمة تنبارك وقلها يزاك الله كل خير على الدعم اللي عطيتينا إياه وعطيتي أمهاتنا وإن شاء الله الأجيال الجاية. وبهاي المناسبة نشكر أخونا الرجل اللي اليوم لولاه المرأة الإماراتية ما وصلت هنا. وفي هاي المناسبة كذلك أذكر نفسي وخواتي أن العلم كثير تطور وإذا أي وحدة فينا بسبب انشغالاته ومسؤولياته في العمل أو في الأسرة يمكن تقول أن فرصة تكوين الأسرة فاتها أنا أقول لكم من الحين أتمنى أي وحدة تسمعني إذا عندها الفرصة تحتفظ بالبويضات طبعا احتفظ فيها في مكان معين تحافظ على جودة البويضات ويوم الله يرزقها النصيب أو تفكر أنها تكون الأسرة تقدر تستخدم هاي البويضات للإصاب. وما ننسى الفحوصات الدورية من عادة المرأة أنها تنسى نفسها وتفكر في الآخرين. هنا في هذا اليوم أذكر نفسي وأذكركم الفحوصات الدورية اللي كل امرأة لازم تسويها حسب العمر وحسب المرحلة المعينة بالنسبة للتاريخ الطبي. وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله. أقولكم خبني أنا بس اللي منقطع عن جنب العالم كلها بوتين جنب ما حد انقطع لنا ثلاث أسابيع ما طحته الجنب العالم كلها موجود يحافظ على البربل زين أو الناس كلها تي أنا ما جيت أسبوعين في مصر أسبوعين في لندن وتراني أسبوعين أسبوع قبل متعايز هي والله أو وإن شاء الله نيرو ما عيل مالي بارض للتمرين مالي بارض ابدا يعني شفت المره الانسان المتهايز ليز غادي لكن هذا شعور اول يوم تروح التمرين من عقب انقطاع 30 معات فما حد اكيد ما حد يبال العذاب والتعب حد يدور العذاب فحين اشارات اللي جاي للعذاب فما حد شو ما شاء الله على العالم ما شاء الله طبعا شو هنا مكان منزل للعينه أول ثلاث دقائق يعني باغض الجن طريقة ما تتخيلونها لكن حاليا الحمد لله من بعد ما تكمل 15 دقائق غادي الأمور طيبة أنت حين عرفت من الحس ولا أنا غلطان من الحس أنت عرفت إيه الحبيب من الصوت لا رديت الله يحفظك الله يسلم غالي يحفظك هي والله بنحس الله انها مشكله كل ما تمرن ويا كل ما اشوف حد في الجيم ويسلم يقول لي الحمد لله على السلامه عارف انه متابع قوي شيء طبيعي هالريال واحد منهم تابعينك يا ابو فارس ما شاء الله عليك هي والله عادي عيبني وتخقق يعني على فكرة ما حد ما يعيبه خقق يعني إني يعني ما أشوف حد يقول له الحمد لله على السلام الحمد لله على السلام الحمد لله على السلام هي يعني لي حضور عندهم فهذه روح نعمة يبقى الحمد شتى هي والله سؤال كان عن سويدان علومك وين علوم سويدان سويدان أبوي بالتصوير رد الدار شاعر يسلم عليك هذا أبوي من ربع سويدان اللي عيزهم الكذب أو من المواعيد الخاطئة يقول يلطعنا تحت لترياه بالساعتين والثلاث ولا يتصل يعتذر يقول أنا بيي ولا هبياي ولا بتأخر فلذاك من هاك الأيام شنوا عليه حرب مثل ما أنا على فكرة شان عليه حرب شعواء ما في شوعاء زين والسب الشو يواعد العصر ويتصل الساعة 11 أو يواعد الضحى ويتصل الساعة 10 في الليل يعني 12 ساعة بين الموعد وبين اللقاء يعني غير نمول فرق بين إنسان يتمرن ويرطح عرجات وإنسان يبوك ما حتى نفت عرق ما شيء ما عليه توك ياي هل نقص عليهم لا قضية تشتوني ياي قضية جسمي ما أخذ على التمرين فاليومية اللي يتمرن
بسرعة جسمه من أول خمس دقائق نعم. يسوي سيركوليشن إعادة تدوير في نفس اللحظة. ما عليه ترى احنا قاطعين بعد ترى شرارتك ما بعبوية أنا ما في عين هم تروح من العين. الله يسر أمورك في دعاء الرحمن. وهذا دوبي أي حد يالس يتمرن مرحبا الله يحييك. حين اسمعني اللي مفروض أبوي يسوي شغلك هاي سير 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 تمرن ليال المفروض يسوي شغلك هذه أبوي هالريال هالغليظ ودر أبوي أنا أول يوم يا ريال ما شاء الله شحوم الحوم وثروب تبارك الرحمن ومطاميط وعلبة تبارك الرحمن ما شاء الله أي تبارك الرحمن ما شاء الله عليك الله يبارك فيك. أقول لك يا يتمرن لو يا يرمس هذا يا سوالف ولا شرات حد من العرب ضيع وقت أقول لكم ها تحرون لنا صور أنا وياه بعد ما شاء الله ما شاء الله تعال ها لبستي اليوم أنا روحي فنانة لبستي اليوم روحها هذا مال أي نادي كم اليوم شو اسمه أي نادي العين نادي العين لا يا رجال لا لا هذا مال أسبانيا هن اثنين هن وادي برشلونة ومدريد مدريد هذا مكتوب ها لازم هي مكتوب أيوة. هذا صيني والله انا اشوف صيني والله والله لا تحرى مال اسبانيا وراس امك صيني صيني سوري شباب اسف انزين عايش في امريكا اي نعم انزين كم لك حمل جيت من امريكا كم من جيت من امريكا ثلاث سنين طول بعمرك تخرجت ولا بعد تخرجت من الثانويه جيت على طول الخدمه ما شاء الله درس اخر الثانوي هناك اي نعم طحي اه ما شاء الله شيء طبيعي ما حد يسأل واحد ليش انت طول حياتك هناك لانه سؤال ما حد يساله لانها من خصوصيات المهم حتى جيت خلصت ثانويه هناك اي نعم وجيت البلاد كملت الخدمه الوطنيه طول اللي بعمرك على طول دخلنا جامعه الامارات ليش ما حبيت ترد هناك؟ والله الامور ما تيسرت بعثات ما بعثات بس الحمد لله وشكر يمكن اهوني بعد شوي تعلمنا من اللغه والثقافه ومن هال انت مولود هنا؟ لا من ثلاث سنين وانا صاحب ما شاء الله كم يعني كم سنه عشت هنا؟ 15 تبارك الرحمن الله يحفظك ان شاء الله طول لي بعمرك زين 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 على فكره تمرنت وياه وانا غلطت دشيت وياه انت السلام عليكم. قبل كم يوم قلت بتكلم عن مواضيع في الأيام الجاية كان من ضمنها موضوع عن جمعية الاتحاد التعاونية في دبي وموضوع ثاني عن المجلس الوطني الاتحادي وآخر شيء قلت بتكلم عن خالد الخالدي. الناس خلت كل شيء واختارت هذا الموضوع. عبد الله انتبه ترى حاط محامين يعني اللي طارشولي وايدين ترى طارشولي يعني هل تتوقع أني لو ناوي أنتقده أو أسبه بقول اسمه؟ قلت بتكلم عن هذا الموضوع هني ما بسوي له موضوع خاص فيه. فالسالفة هي كالآتي: في بداية 2019 يناير فبراير سألنا شركات خاصة بالدعاية والإعلان أو الماركتينج يعني قلنا لهم من هو الأكثر متابعة على سناب شات في الإمارات. هم قالوا لنا خالد الخالدي. يعني أتذكر حتى في السعودية كان منصور قيبة في أسماء معينة عددونا الدول الثانية. فاليوم ما أعرف هو أقل أكثر ما أعرف ولكن في هذاك الوقت كان هو الأعلى مشاهدة أو أكثر متابعة. ولو نلاحظ ان في كل فتره تكون في مشكله على الخالدي، ليش؟ لسبب بسيط اني صور خمس ساعات في اليوم وسيده لايف، يعني نحن دقيقتين ويلا يلا، فهو المشكلته انه يعني مثل ما يقولون من كثر لغطه كثر غلطه. والعرب قالت قديما ليت لي عنق بعير، يعني اظن الامام علي هو اللي قالها، لان الواحد يسوي دبل تشيك او يعني يوهن الكلمه قبل لا يعقها، هو ما عنده فيه على طول لايف. يعني انا اتذكر الناس لما كانت تتابع اذاعه عيمان وعبد الله بن خصيف، ما ادري اذا موجود للحين ولا لا، ولكن تبدا الناس تتابع من الساعه 10 الى الساعه 1، ليش؟ عشان نكت اللي يقولها، مو عشان شيء ثاني، يعني ما عنده مشكله مع القضايا، ولكن اوكي اليوم بن خصيف قال كذا، بن خصيف قال كذا، بس يعني حاله الخالدي ترى حاله مشابهه جدا. وعلى فكره ترى بعده بيطيح في مشاكل، اذا بيتكلم خمس ساعات في اليوم ترى بعده بيغلط، ومن حقه ترى يرفع قضايا على اللي شتموه وسبوه مو بنتقدوه. وإذا أنت عندك شيء عليه سيشتك عليه دل المحاكم وين؟ سمعت بالله عليكم المقطع فنان. الكثير من المثقفين وحملت أكبر الشهادات تفتقر هذه الثقافة، ثقافة الرجال هذا، تحس من أول ما ابتدأ يرمس لين خلص رمسته إن عنده هدف، عنده رسالة بيوصلها، عنده كلام يبي يقوله،
عنده رسالة بيوصلها، عنده كلام بيقوله، نظراته عيونه ترمس، عيونه ترمس، تحس بكل لفت من جسمه وهو يتلفت ويتكلم يبي يقول شيء، وكلامه معبر. ترى الرجال الأخ عبد الله ما بياس يمدحني، ياس ينتقدني، ينتقدني، لكن من كثر ما أنا معجب طريقة انتقاده. اتصلت عندي في شركتي، قلت لهم قصوا المقطع هذا، حطوا على المقطع اسمه وسنابه، من شدة إعجابي بهالانتقاد البناء. هذا يسمونه الانتقاد البناء، شيء طبيعي. الأخ عبدالله العبدولي ما في حاية شهرة ولا يدور شهرة، لا مني ولا من غيري، منصب وعلم وخبر ومثقف وعنده عدة مناصب، الله يطرح فيه البركة وفي من ربوه، لكن حركة مني أنا أني حطيت سنابه وحسابه في على الكلام انتقاده، وما بيال مثل ما قلت لكم ما بيالس يمدحني، يالس ينتقدني، لكن الانتقاد اللي عيبني. اتسلطنت عليه 40 مرة جالس على السيكل مساعة 45 دقيقة على السيكل، كل من وقف الفيديو عدت مرة ثانية وثالثة، يمكن 20 حفظت كل كم نسخة تنسخ في الفيديو. الفيديو هذا نحاطنه بالعاني مخصوص لجل هلب الشهادات، حملة الشهادات اللي ينتقدون بألفاظ جارحة وبذيئة. لا سمعنا بجامعة أو كلية أو أكاديمية أو أي كان مجال من مجال الدراسة، أو عائلة أم أو أب في دولتنا تربي عيالها على الألفاظ اللي الجارحة والكلام اللي مبزين، الكلام القاصر، الرمس الجبيبة. المراد اليوم مع احترامي للجميع، لكن مع تنزيلي للمقطع هذا للأخ عبد الله العبدولي، بغيت أخبركم عن قصة استوت لي متى أول بداياتي في السناب. ابتديت أول بادي تحيدون الأول سناب سناب، ثاني 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 ثاني، كان ما كان يعني مثل حينه ينزل لك دقيقة واحدة. عيبتني الفكرة واستمريت، لاقت استحسان وقبول من ربعي وصدقاني وحلي والسائر والياي، فاستمرت يازت لي القصة. كنت أصور الشيء البسيط يعني ربع ساعة 20 دقيقة، أكثر شيء 25 دقيقة، ما كنت وصلت أكثر عن 25 دقيقة، لين جت سفرتي إلى أمريكا هيوستن مستشفى أندي أندرسون. وصلت هيوستن من عقب ما زرت أختي وسولفت وجلست كم من يوم، يعني تقريبا أكثر عن شهر، لا والله ما بشهر، جلست ما يقارب 3 شهور يمكن 25 يوم، قاصر عن 4 شهور 5 أيام هنا في المستشفى، كل اللي كانوا هناك يعرفون. المهم وأنا أمشي من أول ما وصلت الخالدي والخالدي 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 أبو محمد أبو محمد، 1 و2 و1000 و2003 أمم ميالس من ذكر وأنثى، لكل تجمع من أدخلوا بي بأدخل مطعم ألقط ناس يتعالجون، ناس يتعاطون الكيماوي، كلهم يعرفوني، وكل حد اللي يبني باغة ورد واللي عزبني على كوفي واللي فنيال قهوة، كل هالأمور كانت جميلة، اللي شل علي قرص واللي غديات والعشياء. كان الحديث يدور عن يومياتي العادية اللي أنا أصورها، عن الزراعة، عن دبش، عن بر، عن بحر، عن أكل، عن البشكارات، عن الطبابيخ، عن طريقة الطبخ، طريقة علاج الزراعة، بصيد شر غرت، عن عيادة الفلانية، عن مستشفى الفلاني، عن العرس الفلاني، عن كل شيء، أنهم عايشين وياي يعرفوني، عايشين وياي لحظة بلحظتها، بيموتون على صلاح، غرامهم صلاح. عزمت على هالمنوال يوميا السوالف والتصوير ويا العيال، انتوا دبا تلاحظون كل يومياتي انا مرفوعه على اليوتيوب، ما عندي ولا سر، ما في ولا يوم من ايام الله
طول هالأربع سنوات من أول ما دخلت في السناب لين يومكم هذا، ولا يوم مش موجود على السناب على اليوتيوب مرفوع. فلذلك بتلقطون ناس جد ماتوا من سنتين وثلاث، ناس كانوا يتعالجون في الكيماوي وماتوا، اللي مات قبل سنة واللي مات قبل سنتين واللي مات قبل ثلاث، مئات إذا مش آلاف، مئات، رقم كبير. اتزرت وياهم وطر وتأثرت بفراقهم وتأثرت بفراق بالشيء اللي كان هذا، يعني شيء مؤثر بيني وبينكم. كان مطلبهم الوحيد أبو محمد لا تقطعنا من التصوير، ترانا نتري تصويرك ولا تبخل علينا في التصوير، تبخل علينا في التصوير ولا تقصر في مدة التصوير، ترى التصوير ما يسدنا هل انت تسويه. الجماعة اللي انا من عقب الله سبحانه وتعالى الله سخرني اني انا اسوي او استصيخ الرمسة انهم يبون يتسلون، ناس مرضى بالشهور والسنين يتعالجون في الغربة، وقالوا لي ابو محمد نحن انت السل والوحيدة من عقب الله لنا، نحن نتسلى كأن ياسين في بلادنا، كأن ياسين في الإمارات يوم نسمعك، ما كأن في غربة. قلت لهم إن شاء الله من عيني، خدت على عاتقي هذا الطلب من هذاك الوقت من قبل 3 سنين. رغم الانتقادات الكثيرة اللي يتني بسبب أن سنابك ومحمد وايد طويل، وايد طول، وايد تطول تميت هالرمسة، وايد تسوي لها ألحان، وايد سالفة صغيرون بإمكانك تختصرها، لكن أنا أتذكر عيون الناس المرضى في هيوستن واللي يتعالجون في الخارج في سنغافورة، واللي يتعالجون في فرنسا، واللي يتعالجون في بريطانيا، واللي يتعالجون في دولتنا. قولوا لي محمد لا تبخل علينا في الإسلامات، ترى نحن أنت السلوى، نحن أنت تلينا، شو تبوني أسوي؟ ما قدرت برغم الانتقادات بعد ما قدرت. إذا بتلاحظون أنا إنسان مش مرتبط في دوام، ما في شيء عندي يقيدني دوام، ولا أني أنا إنسان إعلامي، أنا إنسان راعي سناب، قناة صغيرون هالكبير خاصة بيها، أنا أنشر فيها يومياتي، شيء أظهره شيء ما أبهر. اليوم ترى كم هو فيه أكثر من 15 ساعة، أنا أظهر ساعة ولا ساعتين ولا 3 ساعات بعض الأحيان، كان عرس حضرت العرس والعيال ومواجه المعازيب ومواجه الناس الكبار والصغار والضيوف، واللي يضحك واللي يرزف واللي يول واللي يتحويل، كلها أصورها أنا الأشياء هذه، أصور الفوائل، أصور القهاوي والعزايم والأفراح والأحزان، كل هذا أصور، أعيش اللي هناك كأنهم عايشين ويانا، وهذا اللي أنا يخليني أستمر. بالرغم أن كل حد في الدنيا العودي يتمنى الإعلانات، كل حد عنده حساب يتمنى أن يسوي إعلانات 24 ساعة، أنا مثل ما تعرفون ديني إعلانات هيلن بليتين، يغير ساعاتي خط في أسبوع أسوي إعلانين أو 3 ساعات، بعد ما أسوي إعلان، أخلي اليوم كل يوميات، لأني أنا حاب الموضوع هذا، حاب موضوع اليوميات وأفضلها على الإعلانات من طيب خاطر وصفاء نية ومحبة في اللوادم. المرأة الله يشافي مرضانا ومرضى المسلمين ويعافينا ويعافي كل إنسان، ويعود إن شاء الله قادر يا كريم كل إنسان يطلب العلاج من الله سبحانه وتعالى، إن الله يقدره أن يصبر على الغربة وعلى التعب وعلى العلاج وعلى تخطي المراحل العلاجية هاي الصعبة اللي تهد إيبال، إن الله يعافيهم ويعفو عنهم ويعودهم سالمين غانمين، ويرحم موتانا موت المسلمين، يغفر لكل الأموات اللي ماتوا بمرض ولا بدون مرض. الله كريم. في حال أي إنسان يبي ينتقد، ما شيء مشكلة ينتقد برأيه، لكن يكون انتقاد مهذب، انتقاد بناء، انتقاد ما حد يقول أنا الله تصيره أو سود الله ترقاعه، ألفاظ خايسة أو كلام جارح. شو فايدة الجامعة لربته؟ ترحين أنت يوم بتسب اللوادم بيسبونها ليك،
وين جيت وتنبيت ان الله تصير اللي ربوك، لان ما ربوك زين ما ذهبوك، ليش تجيب الكلام حق اهلك؟ ليش تجيب الكلام البطالي القاصر لبيتك وفريجك والناس اللي درسوك؟ شو الفايده؟ شو فايده الشهاده؟ شو فايده اللم واللبو اللي تعبوا وعيزوا هم يربونك وتظهر الفاظك هالنمونه؟ شو الفايده؟ الحين انت يوم تدخل وتنتقدني انا او تنتقد غيري بكلام جارح وبتلميح خفيف خفيف، او انه ما تحس عمرك انك انت جبان خواف شويه جبان؟ يعني تخيل انت تدخل وتسب بتلميح ومتروع، ما صدق جبان قليل ادب؟ جبان وقليل ادب ما يستوي اثنين مره واحده؟ يا عثرك. ترى الادمي حين يوم يدخل في الحساب ينتقدك بوست واحد ترى عادي انتقاد، لكن يوم يردفن بوستات اثنينه هذا في غل، هذا في كبده قيح، في كبده قيح قيح، في كبده كبده مطنبله تحرها طبل مسندو، كبده من تفخه كبده وارمه. لكن عادل انا وصلنا الخبر لين الانتقاد مرتين ورا بعض بوست والبوست، لكن يوم ينزل ثلاث بوستات ورا بعض هذا بخبركم الحين شو تحت راسه شو يبقى. الحين بيجيكم الخبر، طالت اعماركم في لندن امس ايام الازمه هاي اللي استوت الشده هاي، جيت واحد من ربعي من اصدقائي القدامى ويا واحد هو تو جريب متعرف عليه، انا غير انا ما اعرفه، تقهوينا وتمشينا وسولفنا ورمسنا لين ما العود واحتنا يومين ثلاثه اربعه نتلاقى يوميا، لكن انا ما استوى بيني وبينهم تصوير الجماعه هاي. ودرون تربيعي اللي تمينا نحوط وياه هذا اليومين الثلاثه، ربيعي هالريالي ويانا، قال ابو محمد ايش عندي منك؟ قلت والله عيني المركبه اللي تامر علي. قال لي ابا منك طلب، قلت له اللي تامر علي افع عليك. قال لي اباك تنشر حسابي، انشر حسابك ان شاء الله من عيني. حسابك شو يتكلم عنه؟ شو اختصاص حسابك؟ قال لا حسابي فنان. قلت اقول شو في؟ قال اسوي نكت، احط اغاني، انزل حفلات، عندي مقاطع، عندي شلات، عندي هذا حسابك على ما تقول انت هالنمونه. يا سعد حظك كمل ابوي طمش على حسابك 24 ساعه انت، لكن لا انا ولا اللي تابعوني يوزلهم ابوي لا هذا مال المقاطع ولا مال لقاني ولا يوزلهم الشيء اللي انت تحطه، هذا ابوي يوزلك انت ويوز ربعك انت، لكن اللي انا اعرفهم ما يوزلهم يا ابوي الدرب هذا ولا يحبون المواضيع هذه. المراد اني اعتذرت منه بنفس الطريقه اللي تحيدونها، هاي كلامي ما بكلام جارح، لكن قلت لابوي سامحني ما اروم انشر هالنمونه، انا اروم انشر لبروفيسور انسان حد بيستفيد من علمه من ثقافته، دكتور دكتوره عالم طبيب شعبي انسان استفاد حد من قبل من علمه، حد حرفي ان شاء الله نجار حفار قبور يخلب نخل ينبت، هذا انشر حسابات مثل ما تشوف امسات تمركو حساب مشرف شاب بن حاذة ما شاء الله عليه المرر استفادت آلاف مؤلفة من حسابه، آلاف مؤلفة من علمه وحسابه، شاب مثقف رجل طيب خايف من الله، وكل هوات النخيل استفادت من حسابه، طريقة الضم طريقة النبات طريقة المحافظة على النخيل، هذا كل الناس هو غير آلاف اللي نشرت لهم، لكن اللي وراهم فايدة حب اللي ما وراه فايدة، شيء اللي ما وراه فايدة بوي تركه فايدة. خلصنا السهرة ورمسنا وسولفنا وتوايحنا وفي مال لا وفي مال لا ومع السلامة، خلصت الرمسة وخلص الحديث كله مع السلامة مع السلسة، أنا فندقية وهم ساروا فندقهم ساكن في شيراتون بارك لين، يلا نفاتخ بنخبركم حش القصة. ضويت حجرتي تحيدوا، أنا أصلي المغرب والعشاء مخر الساعة 10:30
اما ادخل حجرات الساعه 10:30 11 خلاص ما اظهر. ادخل الله يعزكم ارش عمري بقطره ماء واتمسح واصلي ويلي سقر المسجات والتليفون يعني عندك دونك كان شيخ ريريف ولا سالفه ولا عندك ولا دونك. وعقب ترى حملنا الستوري على اليوتيوب حق الوادم اللي ما يتابعون السناب ولا يتابعون الانستغرام يتابعون على اليوتيوب. لان 3-4 مسجات جايات. من وين جايات المسجات؟ من ربيعي. ربيعي اللي تفارقت وياه توايهت وياه قبل شويه، لانه مطرش لي 4 بوستات 5 6 7 محتوى البوستات. الحين بخبركم المسجات اللي جت والبوستات اللي جتني هايل منو اللي ناشرنهن؟ ناشرنهن الرجال هذا اللي طلب مني انشر حسابه وما نشرته. طلب مني انشر حسابه وما نشرته. نشر لك و600 بوست في تويتر فحول بوستات. السنع والادب والقيم والاخلاق والعادات والتقاليد، وهذا ما يمثلنا، وهذا ما ادري شو عنده، وهذا لازم يتسكر حسابه، وهذا لازم يتحاكم، وهذا لازم يتغاضى، وهذا لازم ما يظهر من البلاد، وهذا لازم يسوى عليه حجر ما يظهر من البيت، وهذا فعله، وهذا تركه. هذا كله لجل اني انا ما نشرت حسابك. يجب على كل اب انه في غيرية على عياله ما يخليهم يتابعونه ولا يخليهم يرمسونه ولا يخليهم يصورونه. ونحن شو مسوي للمجتمع؟ وليش يعطونه؟ وليش يطرشون له؟ وليش لجله الهدايا؟ وليش يهدونه؟ حلو قربلاتك عطوا بنايات وعطوا تجاريات وعطوا خيول وعطوا رجال، ما حد رفع. يوم انا اقول لكم حسد وغير حسد وما حسد، انا شو اللي اقصده؟ وصلت المواصيل يتصلون في الشركه في سلفرج يقولون لهم كنسلوا العقد مال خالد، كنسلوا العقد مال ابو محمد، هذا فعلته وتركته، فعلته وتركته، كنسلوا العقد. لا هذا ها شو يسمونه؟ شو يسمونه هذا؟ الحسد خضر وحمر. يتصلون في الاداره مال ثمين، عطورات ثمين والله. قالوا الحين بيطلعون، على فكره بيطلعون ريبورت كامل، بيروون العقد منو اللي اكثر استفادت منه، سوى مبيعات في اي براند من البراندات اللي انا سويته داخل الدوله ولا خارج الدوله. بيظهر ابوي البر مشعير. توصل مواصيل الى شخص قبل بدايه خطبه يوم الجمعه بثلاث دقائق منزل تغريده انها لب من السنع ولب من العادات ولب من التقاليد ولا لا 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 ومنزله. صارت جابر ربك، صارت عبد الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة وقابل الخطبة بثلاث دقائق. شو هالفاقلين هكذا؟ شو بسوي لك أنا ليه هكذا؟ بغير تنزلكم التغريدة هذه في السناب، لكن مدير أعمال قال لا اتحرى بريس، خلنا نمشي بالطريق القانوني بعيد أبرك. لا توكل على الله يا أبو إبراهيم. وبشركم الحمد لله رب العالمين دخلنا بالموضوع على بالأمور القانونية، والمحامي بارك الله فيه علي المنصوري ما قصر، بادر بكل ما يملك من قوة، دخل ورفع الأونلاين القضايا، والتوفيق عند الله سبحانه وتعالى. أنا من ربي خلقني لا غثيت حد ولا ضريت حد ولا أحب أغث حد، لكن هايل حد منهم شيء منهم برايهم اللي لمحوا، برايهم اللي قالوا اللي عايرة واللي سول، برايهم لهم ربي حاسبهم. لكن اللي سبوا بطريقة بذيئة يعني يطرون شوفات، يطرون أهلية بالاسم، هذا لا يرضاه لا الله ولا رسوله، لا يرضاه لا الله ولا رسوله، وما حد يرضى على أمره. إحنا أبوه لو بعدني أبوك ميوبة شي ظاهر طرثوث ظاهر في الأرض. ما المراد قبل ما أقول لكم تصبحون على خير، سامحوني طولت عليكم وغثيتكم بهالرمسة، لكن شو اسوي؟ من قلت لا حيلة هي، لكن لا تنسون خلوا الرمسة هاي في بالكم. أي إنسان ينتقد مرة واحدة هذا انتقاد عادي، ينتقد مرتين هذا إنسان في كبد قيح قيح، لكن اللي ينتقد 3 مرات هذا عرف أنت شو يبى منك وأنت ما أعطيته، أو شو دايس اللي على طرف شيء بينك وبينه.
شيء مستوي ديب ما يهرول أبد، في شيء في خاطره وياهو يد خال عم من قبل 20 سنة الله وحده فهمي لنا فهمي أنا والله روحي فهمي خاصة اللي قبل 20-30 فهمي يا الله عاد يلا سبحان أخي